طبعا من الضروري جدا أن تركز الجهود الآن على موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة، وفتح مسارات آمنة لإيصال هذه المساعدات الإنسانية والطبية، كما رأينا وكما نرى ونتابع الكثير من المستشفيات في غزة ضربت ودمرت، وهناك شح في المواد الطبية، وهناك شح أيضا في الجانب الطبي وأيضا الأطباء والممرضين نتيجة وفاة الكثير أو موت أو قتل الكثير منهم خلال تلك الهجمات على غزة وعلى المستشفيات بشكل خاص. وبالتالي هذه القمة الآن سوف تركز على موضوع المساعدات الإنسانية وأيضا الجانب الطبي والجانب الإنساني بفتح لتسيير الكثير من المساعدات، والكثير الذين تجمعوا من الشعب الفلسطيني في غزة في الجنوب في أمس الحاجة إلى كل شيء، محتاجين الآن التطبيب، محتاجين المساعدات الغذائية، محتاجين المياه، محتاجين الكهرباء، محتاجين الكثير والكثير. وبالتالي لابد من أن يكون القرارات التي سوف تخرج من هذه القمة قرارات واضحة وصريحة، وقرارات تلبي طلبات ومتطلبات الوضع المتردي في غزة، وتحاول هذه القرارات التخفيف من معاناة هذا الشعب، لتخفف هذه القرارات من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، وأيضا محاولة إنقاذ الأرواح، لأن هناك الكثير من المستشفيات ضربت ودمرت ويوجد فيها الكثير من المرضى. نعم. وهناك نقص حاد في الأدوية، وهناك نقص حاد في أيضا الأجهزة الطبية التي تساعد في إنقاذ الإنسان والجانب الإنساني. وبالتالي لابد أن تخرج قرارات واضحة وصريحة بدعم الأخوة في غزة، كما فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتمنى أن تتضافر الجهود العربية والإسلامية خلال هذه الفترة المقبلة، لأننا دخلنا في فترة الشتاء، والشتاء كما يعلم الجميع يعاني منه الكثير من أمور كثيرة جدا ومعاناة كثيرة أخرى سوف تكون وبال على الشعب الفلسطيني في غزة. وبالتالي التحرك الآن السريع بتوفير كل ما هو يساعد الشعب الفلسطيني من غذاء وغطاء وأيضا مواد طبية في أمس الحاجة إليه ضروري جدا في هذه الفترة.